روسيا تجرب أسلحة جديدة في سوريا، وآخر الأسبوع يحصي خسائر النظام من سهل الغاب إلى سهول حماة. شرق المتوسط مرة أخرى مسرحا للحرب الباردة. الناتو والروس يستعرضون بوارجهم الحربية، من يخيف من؟ إسرائيل تحاول تكرار سيناريو الحرم الإبراهيمي في المسجد الأقصى، وبعد 70 عاما على موته، نتنياهو يبرئ هتلر من دم اليهود. هتلر didn't want to exterminate the Jews at the time. He wanted to expel the Jews. And Khaja Amin al-Husseini went to Hitler and said, "If you expel them, they'll all come here." So what should I do with them? He asked. He said, "Burn them." هنري كيسنجر مهندس التدخل السوري في لبنان يعود من الماضي لينصح أوباما وإدارته بالإبقاء على الأسد. شيخ الشباب الفنان عامر السبيعي يرحل بعيدا عن شامه التي يغني فيها والده نحن جنودك يا بشار. ملفات تطرحها ميرنا مندر في آخر الأسبوع، يأتيكم في الأوقات التالية على أورينت نيوز.